لبس الكارة كان يستخدم قديما، هل ما يزال معك في البيت؟ تستخدمه أو تحتفظ به؟ في عدن في كريتر، كيف أصحاب كريتر؟ طيبين؟ طيبين. عايز سؤال شعبي، إذا مبدئيا تحصل على 15,000، بس ركز معاي، تعرف أقدم لبس كان يلبسه العدانية؟ إيش أقدم لبس كان يلبسه؟ تقول معاوية الفطل. أقدم حاجة الفطل ليش؟ لبس الفوط كانوا. ايش لبس؟ ايش تسموه هذا اقدم لبس؟ عرفت لبس الكارة؟ الكارة تقالي يلبسوا. لبسوا تقالي هذه. ايوه. والباشا. ايوه طيب اقدم لبس معك في البيت؟ اقدم لبس كار ابيض، كانوا يلبسون الابيض صح؟ يلبسوا ابيض بس معاوز فوط. فوط موجود معك بالبيت؟ ادي لك جايزة اروح انا وانت. لا ما فيش معي، اكذب عليك. وين بحصله؟ ما بتحصله، القديم خلاص انتهى. انتهى. اسال عن لبس الكارة، تعرفه؟ اسمع بو. متى اخر مره شفته؟ والله فتره قديم، في تقريبا معرض تراثي او شيء كذا يلبسونه. في البيت عندكم ما في الان؟ لا تقريبا ما في. موجود معك في البيت عاد حد مع الشيبان من الاجداد من الاباء؟ صعب عندنا في البيت، صعب. ما في حد منكم موجود معه في البيت؟ ماشي للاسف. قول لهم شكلهم ما حد معه كارة. فرصه. اسال عن لبس الكارة، عرفته؟ ايوه عرفت لبس الكارة. عرفت ايش شكله وكيف يشوفه؟ ابيض الكارة، ابيض. متى هل لبسته بحياتك ولا ما لبسته؟ لا ما لبسته انا ابدا. انت ما شاء الله تعتبر قديم. لا كان ما لبسته، في اللي قبلنا لبسوه. طيب متى اخر مره شفته بحياتك؟ في قبل 50 سنة. زمان. ايوه. هل معك بالبيت؟ بعطي له جائزه اللي معه بالبيت. ماشي. كيف امورك؟ والله امورنا زينه، حياك الله. هنا طبعا في منطقه الغيل، هذه برضه مع الغيل. ما زالت النخيل برضه عندكم هنا موجوده؟ موجوده. نسال عن الكاره، لبس الكاره. ايوه. متى اخر مره لبسته؟ اخر مره ثاني مره، اخر المجال ده ماشي مره قديم يعني. يعني قبل كم سنه اخر مره لبسته؟ ممكن حوالي بعد 8 سنين 10 سنين. طيب شكارة عادها معك في البيت بروح له؟ لا ماشي ضروري نحتاج كارة. لا ماشي. كيف حالك؟ والله طيب. الكارة لبسته ولا ما لبست الكارة؟ والله لبسناها في النويدر. لبسناها الكارة. عم كم لبستها؟ والله يمكن عام تقريبا يعني، لا مش في الثمانينات. كم؟ يمكن ستينات يعني، في الستينات يعني. زمان يعني. ولبستها زمان. انت لبستها الان اذا موجوده معك بالبيت عاد شي بقايا اثار في البيت؟ ماشي بقايا يعني اثار. هنا طبعا وصلنا المحاضره، لبس الكار للاسف لم نحصل عليه ولكن وصفنا الى هذا المكان. السلام عليكم، كيف حالك؟ تعال، كيف احوالك؟ حياك الله. ما حصلنا لكن وصفنا الى هذا المكان، امورك طيبه؟ الحمد لله. الاسم بس من؟ هشام صالح بن محمود. حياك الله يا هشام. سالنا عن لبس الكاره في كل مكان، يبدو انه انقرض او انتهى، وللاسف بيخلص رمضان ولا حصلنا الكاره، ولكن قصدناك. سالنا وقالوا تقريبا عندكم شيء بقايا الكاره. لبس الكاره اخر مره متى شفته؟ والله ما احنا في قبل شهر ولا شيء. ايوه. هو حق يعني حق ابوك؟ جدي. حق الجد. جدي حق جدك؟ ايوه. يعيش ولا توفي؟ لا الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه. على كل حال وصفنا اليه لم نحصل عليه، وكنا سنغلق الحلقه او نستبدله بمقتنى اخر، ولكن اخيرا وصلنا لكم. على كل حال ننطلق الى البيت ولا ننتظرك هنا ولا ما ندخل معك ولا؟ سالنا عن لبس الكاره ما وجدناه. اللبس الكار موجود، هذا كانوا يستخدمونه اجدادنا. ايوه موجود، لباس ابيض هكذا يكون فيه. ايوه يكون اللبس ابيض الازار يكون. ايوه ابيض مع الازار حقه مع القرمد الداخليه تقريبا، برضه منه يتعمموا. ايوه عمل عمامه برضه بيض فوقه كذا. اخر واحد في البيت هل كان والدكم او الجد اللي هو كان؟ لا انا كان والدي اللي هو جد. يعني جد هشام. هشام موجود. تعال والان انقرض مع احد يلبسه تقريبا مع عشان. بس حافظتوا عليه ولا؟ ايوه نحن محافظين عليه من الاول حق الوالد الله يرحمه. حياك الله هشام. هشام يستخدمه كثير يعني. ايش يلبس هشام في ايش؟ يلبسه في الاعمال لما يشتغل، كان يحب التراث واصل هو. كيف حالك هشام؟ ما شاء الله. هذا هو لبس الكاره. ايوه طبعا تكون هذه في قطعه ازار صح؟ في قطعه هذه اللي هي، وهذا يعني هذا ممكن تلبسه؟ طيب عشان نكون قدام الناس، هذا هو لبس الكار زمان، اجداد الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا، عاشوا حياة بسيطة،
لم تكن لديهم مصانع ولم يستخدموا مصانع، وهذا طبعا من ايجابيات يعني الاجداد انهم اعتمدوا على انفسهم حتى فعلا يعتمدون على الباس. الباس سهل ولا يحتاج كان ايضا محلي ولا جهد. ايوه محلي فعلا، ما يتورد من برا ولا يجي من برا. لا لا فعلا محلي و... غير الشكل كامل. هكذا هذا معد معد خيطوا ولا شيء طبعا من خلاص ومن وكالته وكذا. ايوه وهذا من يعني من نفس هذا هو لبس الكارة جاهز مجهز ما شاء الله. هشام على كل حال مبدئيا لانه حافظ عليه نعطي له مبلغ 15000 ريال من اسمنت حضرموت. اسمع الاقوى تحيه اصحاب المحاضره، تعالوا هنا مالكم خلف، تعالوا مع الختم حق المسجد حقكم، تعالوا ادخلوا. مبروك عليك هشام. الان معانا المزاد، ممكن معانا المتحف، ممكن تهدوا للمتحف عشان الناس طبعا يشوفوا. على فكره دورنا في اكثر من مكان ما عاد وجدناه في اي بيت، قد يكون في مع ناس لكن احنا اللي سالناهم وصادفناهم ما حصلنا معاهم. كيف ممكن تهدينا هذا؟ هو للجد نترحم عليه ولكن نضعه للذكريات، وايضا لان الواحد يطلع عليه ويعرف ايش هو. بكم ممكن تهدوا لنا هذا اللبس؟ قول لك حريه الحريه بيده. الحريه نبدا معك، يخرجك 8000. لا لا اثقلي لا تستصمع كثير، القرمه دي بجيب لك بديلها ممكن. كم؟ 10000. خلاص 15. 15 نرسي عليه ان شاء الله. يعني 15 عادي انت موافق؟ ان شاء الله. لا 15. 15 15 ان شاء الله. طيب انا بقول لكم 15 ومن عندنا نضيف 5000، يعني هذه تكون للجد، يعني انتم عادي بتصرفوا فيها بتكون لكم، لكن هذه للجد صدقه اضافه له، فهذه تكون لكم. هي 15 حقه، 15000 ريال. اسمع له أقوى تحية أصحاب المحاضرة، يستاهل، مبروك عليك. الجد أيضا هذه إضافية تصرفوا فيها سواء له أو لا تكون كلها عندك وبعدين تتصرف فيها على كل حال. لكن باقي له هذه الهدية، هدية لك أيضا من راعي البرنامج اسمنت حضرموت الشركة العربية اليمنية اسمنت. وأيضا باقي لك حاجة، ما لك نزلت هذه مباشرة خلاص. الآن بتسلمه قصدك لنا. خذ يا نسلم عادي القرمة بعدين بيعطينا القرمة. طبعا احنا نحطها يعني كذكريات وتراث انه الاجداد كانوا يلبسوا هذا، ونحطه ايضا في المتحف. ايضا باقي له للتصويت مبلغ 100000 ريال، فيما اذا يعني وجدتوا انه هشام بمحمود يستاهل هذا المبلغ 100000 ريال كمقتنيات اثرية حافظوا عليها. نشوفكم ان شاء الله مع التصويت لهذه الفقرة وايضا في متحف الميدان بقصر السلطان القعيطي في المكلا.